ياه، باجي هنا من زمان، من ايام صالح سليم. اجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجه ان النادي الاهلي المصري ده رقم واحد. العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده. واحد 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 صالح سليم، درة في عقد الخلود بالقرن العشرين، مثل أحمد شوقي وحافظ إبراهيم ونجيب محفوظ ويوسف إدريس وسيد درويش ورياض السنباطي ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وغيرهم وغيرهم، كل في مجاله. وكان صالح سليم في كرة القدم. اداله صالح لعبة حلوة. حريف الكبير بتاعنا النهاردة إلى صالح، إلى أحمد رفعت، ونسكنوه يا ولد، والجول والجول كف الخشبة. يا سلام عظيم يا صالح. ولد في 11 سبتمبر عام 1930. والده الدكتور محمد سليم وأمه الشريفة زين، إحدى بنات الأسرة الهاشمية الحجازية. وتكمن عبقريته في شخصيته وتصالحه مع نفسه واتساق مواقفه، فهو يقول ما يفعل ويفعل ما يقول دون زيادة أو نقصان. أنت بكرة هتبقى مسؤولين عن مبادئ، مفروض تدافعوا عن المبادئ اللي احنا ماشيين عليها دي واللي اتعلمناها من اللاعبين. كان تلميذا نجيبا في مدرسة الوطنية والمبادئ التي رسخها مؤسس الأهلي ورموزه، فكان استمرارا لتجسيد شخصية النادي الأهلي. ورغم مضي أعوام طويلة على رحيله، لا زال الحاضر الغائب في العقل الجمعي لعشاق الأهلي. لم يبرح الذاكرة لحظة ولم يغادرها بعد. مفتاح شخصية صالح سليم مستمدة من شخصين، والده والأب الروح بتاعه في النادي الأهلي اللي هو مختار التيش. والده اللي هو الدكتور محمد سليم كان من النوع اللي صارم شوية في التربية، وفي نفس الوقت كان مرن. الوالد أدى رسالة عظيمة في غرس مجموعة من القيم، الاعتزاز بالنفس وبالكرامة، الثقة في النفس، الصدق والأمانة. فهو قال لي كابتن صالح إنه لم يتعرض أبدا لتعنيف، لمجرد تعنيف معنوي من الوالد اللي كان عندما يراه يخطئ يتركه لكي يتحمل نتيجة الخطأ، فيبقى تعلم عن طريق التجربة والخطأ وليس بالتخويف. فصالح سليم كان يعني يفكر طويلا قبل أن يتخذ قرار يرضيه، وبعد ذلك هو جاهز لتحمل أي نتائج. الحياة ربنا بطريقة يعني يمكن كانت سابقة العصر اللي احنا فيه، كان دايما بيكلمنا بصراحة واحنا كنا بنكلمه بصراحة، وما كانش فيه تكليف بيننا وبين بعض. لكن والدته لعبت دور مهم جدا في تكوين شخصية صالح سليم. فأمه من عائلة كبيرة جدا ذات قيمة وقامة، لها تقاليد ولها قيم، انتقلت إليه هذه التقاليد والقيم خلال تربيته وصغيره. شخصية بتتأثر بالبيئة اللي الطفل بينمو فيها. كل ده كانت البيئة بتاعت صالح سليم اللي هو خد منها الصفات القوية، الصفات اللي هي بتؤكد الاعتزاز بالنفس، الصفات اللي بتؤكد استقلالية القرار. شيء طبيعي إن بيت بهذا التكوين أن يخرج 3 من الأبناء على هذه الدرجة من الكفاءة في الحياة العملية. صالح سليم، بنتكلم عن عبد الوهاب سليم، بنتكلم عن طارق سليم، وما قد يكون هم 3 الأخوة في ذلك الزمان الذين لعبوا معا في نادي واحد والنادي الأهلي. من هنا بدأت رحلة عشق صالح سليم لكرة القدم. شارع عكاشة بحي الدقي، الشارع
الذي شهد تألقه في مباريات فرق الشوارع التي كانت منتشرة في ذلك الوقت. وفي مدرسة الأورمان الابتدائية لعب صالح لفريق كرة القدم بها، ثم كان نجم فريق المدرسة السعدية الثانوية، ومنها التقطته عيون حسين كامل كشاف النادي الأهلي في ذلك الوقت ليضمه عام 1944، وكانت البداية.